هي شوف انا والله يعني بكل تواضع يعني نقول لك انا رياضي نخبه يعني بالشهاده من 1993، شاركت في اولمبياد 96، مشارك في 6 اولمبياد يعني ما بين لاعب رياضي وحتى مدرب ومسير، شاركت نقدر نقول لك في اكثر من 20 العاب يعني ما بين قاريه جهويه واقليميه حتى عالميه. انا نقدر نقول لك يعني ماني شايف طبعا العاب بهلا من متوسط احسن من الوهره الاديه والعالم الكامله يعني تكون خاصه للإرادة السياسية اللي مدت يعني كل إمكانيات واللي زاد يعني قوة تاع التنظيم الشعب الجزائري الشعب الريال الوهراني وخاصة الجمهور الرياضي اللي نقدر اكتسح كل المنشآت وكل المنافسات ومد يعني قيمة كبيرة باحتضانه أكثر من استقباله هذه الألعاب، احتضن يعني كل وفود كل ضيوف الجزائر وخاصة هذه الرياضيين اللي استمتعوا ولعبوا في أجواء عالمية رائعة جداً.